سبعة هنا. رحنا الجيزة واسكندرية وامبارح كنا في قنا وقبل كده في المنيا وبني سويف ورحنا فيهم في القاهرة وهنرجع القاهرة كمان. وبعد كده مكملين بقى في المحافظات الإسماعيلية. طعم العمل بقى كام واحد؟ احنا طعم العمل حاليا لسه طعم العمل صغير، احنا في حدود 8 أشخاص بس لسه بنبني فريق. ده مش كويس ان 8 أشخاص دي بيعملوا طبعا تاكل بالسواق لا 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 طعم العمل الإدارة بس. مال لا لا ده طقم ثاني. لا 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 الطقم المجموعه اللي موجوده هنا كامل اللي مشغول هنا بقى الثلاثه، بس معانا بقى فريق اللي هو اللي مسؤول عن اللوجستيات الاوتوبيس والتحركات بتاعته والكلام ده والناس اللي تحت بقى كتير. لكن اللي بيكمل بيعمل عمل فن نفسه في مجال الاستثمار نفسه. تمام حاليا تمام. طب